بفكرة بمشروع وأنت تشارك فيها ويكون في لك يدية، يعني بمعنى أنه يكون لك دور فعال جدا. تبقى المواليد الأكثر حظا 4 5 و6 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. حاول مولود برج الثور تنتبه على بعض المسائل، إن كانت مالية، إن كانت نوع من دعم معنوي عاطفي لأحبائك لعائلتك، احتمال أنه يطلبوا منك ياخذوا منك، يمكن ياخذوا منك محبة عاطفي وجودك إلى جانبهم، يمكن يطلبوا منك حتى يمكن قرض معين، يمكن يطلبوا منك المنزل بحد ذاته، يمكن يطلب اهتمام أو بعض التصليحات. المهم هيدا نهار يبدو وكأنه أنت عم تدفع، وبعض موالي برج الثور يمكن يطلبوا بدورهم اهتمام. تبقى الموالي الأكثر تعبا 22-23 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. تلفت الأنظار مولود برج الجوزاء، يبدو وكأنك أنت محور الاهتمام أو أنت المحرك الدافع لأي مشروع. مولود برج الجوزاء أنت شخص اليوم نشيط سريع جدا جدا جدا، حابب أنه تنطلق بأكثر من مشروع بالوقت نفسه، وما غريب يكون عم تشتغل على أكثر من شغلة بالوقت نفسه. أتوقع أنه كل الأمور العالقة، المسائل العالقة تبطل عالقة، احتمال أنك تتقدم بقوة وبسرعة. 21-22-23 أيار مايو بعتبره الأكثر حظا. كمل مع برج السرطان. نهار بطيء ما بيخدم مصالحك، فحاول بهيدا النهار أنه فقط يكون عملك ترتيبي تنظيمي فقط لغير، وتترك التنفيذ لبكرة. اليوم نهار معقولة يخذلك أو معقولة يأخرك أو يمكن حتى معقولة يزعلك، فكون حذر، خاصة مولود 24-25 حزيران يونيو 11-12 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد، كل الناس بتزقف لك، يبدو وكل الناس بتساعدك لحتى توصل، يبدو وكأنه في تعاون معك، بيستوعبوك بسرعة، بيتفهموك بسرعة، فحاول تلعب دور كتير مهم بهالفترة. ونصيحة، ما تأجل لبكرة. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 28-29 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. نهار بيتعب، منه نهار سهل، يبدو وكأنه فجأة بتلاقي حالك لازم تعجل بالشغل اللي كان عندك امبارح، وكأنه أخذ منك شغل كتير، وقت كتير، تعب كتير، معلومات كتيرة، لكن لا مجال للفشل. هيدي سآلة هيدا النهار، انه ما فيك تفشل، ما فيك تخسر، بالعكس، حتى لازم تعطي افكار انطباعات جيدة ايجابية لحتى نهارك يمرق بسلام. هنالك حظوظ حلوة بالرغم من هالجو عند مواليد 25-26-27 اب اغسطس 12-13 اب ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. نهار حلو لمولود برج الميزان، ويبدو أنت تنتمي لمجموعة الأبراج التي هيك بتحس أنها بتسحر الناس، تجذب الأنظار، كل الناس مبسوطة فيك، حابة تشوف شو عم تعمل، مدهوشة بعملك، بشغلك، حتى طلتك، مطرح ما تروح الناس بتلتفت لك. مش بس هيك، حتى عندك حظوظ، مش بس أنه طلي وما طلي، لا، كمان عندك حظوظ كتير حلوة يستفيد منها. 23-24-25 وبدي ضيف عليها 26 ايلول سبتمبر الاكثر حظا. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بعتبر هيدا النهار بعده تقني بامتياز، اداري بامتياز، معاملات بامتياز. هيدا النهار بدك تسمع للثاني، تسمع للثاني، لانه الثاني يمكن عم يحكي من معرفه، من اختصاص، من خبره. ضروري نسمع لشخص الآخر، ناخد ونعطي، نشوف شو الرأي، ويمكن لازم نعطيهم حقهم، وبعدين بكرة بتعمل اللي انت بتريده. 6-7-8 نوفمبر الأكثر حظا. برج القوس. مولود برج القوس في ناس معقولة يكون عم تزعجك اليوم، يمكن في ناس اليوم بتستفزك أو عم تجرب تستفزك، لكن انت اليوم مفروض تكون قد حالك، مفروض تكون مسيطر على أوضاعك. الجو صحيح متقلب، لكن ما في لزوم انه انت تنجرف او توقع ضحية الاستفزازات. عندك طاقة كتير كبيرة، استغلها بطريقة كتير جيدة وكتير حلوة مع الاخرين، بتعاملك بطريقة حلوة مع الاخرين. 6-7-8 ديسمبر الاكثر حظا. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، اول شيء بدك تنتبه لنوعية شغلك، نوعية ادائك.
كيف عم تشتغل؟ شغلك هل يا ترى شغل مرتب؟ لا تنتبه في تعب، يمكن هالتعب ينعكس على مسألة صحية، فبترجع بتحس حالك تعبان. والأهم أنه بكرة أصعب من اليوم، عم حطك بالجو لحتى شغلك اليوم الصعب المعقد تخلص منه وما تتركه لليومين المقبلين. 24 ديسمبر بيضلوا الأوفر حصل. بنتقل لورش الدلو. نهار جيد لمولود ورش الدلو ضمن فترة زمنية مزعجة. فهيدا النهار هو النهار الأخير الباقي الحلو المسهل بهيدا الأسبوع، فاشتغل من كل قلبك وخلص أهم الأعمال وأصعب الأعمال الباقية. وجرب تبعد عن المشاكل والسرعة. 2021 كانون الثاني يناير. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت، أنت من الأشخاص اليوم يلي تعبانين من امبارح، يلي ما قالن جلد، يمكن مريضين شوي وما عم بيحكوا، عم بيتحملوا العائلة، الأولاد، الشغل، التعب، الركض. هذا نهار شوي متعب عليك، حاول أنه تمرق هالنهار بطول بال، لأنه بكرة رح تكون الأجواء أفضل. بضل هنالك حظوظ حلوة لا بأس بها عند 4 5 و6 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة بعتبرها سنة جيدة، لأنه بهيدي السنة هنالك تعاطف كثير قوي معك. هيدي السنة بتعطيك، يمكن تاخذ منك لكن بتعطيك أكثر، فحاول أنك تقوي مركزك وموقعك الاجتماعي والمهني. شهر آب أغسطس، ديسمبر ونيسان أبريل هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. كارمن شكرا لك على هالإيجابية والتفاؤل الصباح. بريك ونرجع لنتابع على الموضة مع هادية، خليكن معنا.